وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الصحفي فواز الطيب. أهلا ومرحبا بك أستاذ فواز. بداية، بعد تصريح مستشار الرئيس فؤاد معصوم بأن تفاهمات لتشكيل لجنة عليا من أجل بدء حوار بين بغداد وأربيل، هل تعتقدون أن هناك حل الأزمة قريب بين أربيل وبغداد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو كانت اللجنة فنية مختصة من وزارة الداخلية ومن هيئة الجمارك، بالتأكيد تصل اللجان إلى حلول دستورية في إدارة المعابر، وليس كما يحكى من بغداد في تسلم المعابر، لأنه أصلا المعابر تديرها يعني موظفون من بغداد وليس من كردستان. يعني الموظفون في الحدود والمطارات كلهم تابعين لوزارة الداخلية في بغداد وليس لإقليم كردستان، ورواتبهم أيضا من وزارة الداخلية في بغداد وهيئة الجمارك في بغداد وليس من أقليم كردستان. لكن حكومة بغداد تدعي بأن إيرادات المطارات والمنافذ والمعابر الحدودية لا تذهب إلى حكومة بغداد بل تذهب إلى كردستان العراق، وهي تطالب بتسليمها الإدارة والعمل والإيرادات. نعم، هذا صحيح. هناك إشكال في نسبة المبلغ وليس في كل المبلغ. يعني هناك مبالغ تذهب إلى بغداد مستقطعة منها حصص الإقليم، وليس كل المبلغ يأخذه إقليم كردستان. وكذلك بعض القوانين لم تلتزم بها حقيقة إقليم كردستان، بداعي أنه الإشراف الرسمي يكون من إقليم كردستان وليس من بغداد. هناك إشكالية في الدستور أصلا وفي تعريف الدستور لإدارة هذه المعابر المشتركة ما بين الإقليم وبين الحكومة المركزية. إذا لم تكن اللجان فنية فلن يصلوا إلى حلول بكل التأكيد. ولكن كان معيب جدا مثلا من بغداد، أول لجنة تشكلت ذهب قائد يعني أركان الجيش العراقي للمساومة على الحدود، فلم يصلوا إلى حل. نعم، هنالك حديث عن 6 نقاط من أجل إنهاء الأزمة بين الطرفين، منها تسليم المعابر الحدودية. برأيكم أربيل هل هي مهيئة اليوم لقبول هذا الشرط أم أنها ستماطل في هذا الأمر؟ نعم، طبعا الشروط هي آراء لمستشارين للعبادي وليس رأي الحكومة النهائي. ما طرحه السيد الشمري هو رأيه الخاص وليس رأي حكومة العبادي في الموضوع. إلى حد هذا اليوم لم تجلس أي لجنة من أقليم كردستان مقابل لجنة من الحكومة المركزية، ولا مسؤول كبير من أقليم كردستان مع مسؤول كبير من الحكومة في بغداد. كلها تكهنات وآراء ويعني تخمينات للمستشار الفلاني أو المسؤول الفلاني. ما يجري خلف الكواليس غير هذا بكل تأكيد. طيب، بالكلام عن ما يجري خلف الكواليس، هل تعتقدون أن هذه التحركات تسعى إليها بعض القوى من أجل إبعاد الحزبين الرئيسيين عن السلطة في كردستان، وهذا الأمر سيفتح الطريق للحل في كردستان العراق؟ هذا ما لمح إليه السيد حيدر العباري أكثر من مرة، يريد إقصاء الحزبين الاتحاد والديمقراطي في إقليم كردستان، ولكن هذا مخالف للأدبيات السياسية والقوانين الدستورية أيضا في استغلال المنصب في إقصاء حزب معين أو جهة معينة. ولكن لا يوجد لدينا قضاء حقيقي ولا مدعي عام حقيقي في العراق لكي يحاسب رئيس الوزراء على هذه التصريحات أو هذا النفس الحكومي الغير مقبول في أدبيات السياسة. نعم، كان معنا عبر الهاتف من إسطنبول الصحفي فواز الطيب، شكرا جزيلا لك.